هنزود عليه إن شاء الله النصيحة عشان ينجح إن شاء الله السنة اللي فاتت إن شاء الله هنصيح بدل ما السنة تطلع مشكلة هنحل دي سنة. يا حبيبي معايا دقيق، طبعا دقيق يعني عارفة خمسة درجة أولى للمخبوزات أو للكحك والبسكوت، معايا ملبن، معايا جبت ربع بندق، ومعايا عجوة، ومعايا إن أنا أجيب سمنة بتستعمل تاني، ومعايا كيسين خميرة، وطبعا في ملح وبيكنج باودر. دي الحاجات اللي هحطها على الكحك إن شاء الله، دي الحشوة ودي الخميرة والسمنة والملح، ده كل دي حشوة. أحشي العجوة وأحشي الفندق مع الملبن. ماشي، بس نقول إن السمنة تسيح، هنشوف إن شاء الله نعمل إيه. هنفتح الصالون ونحشي الكحك ونحمر، وأنا عملت السمنة هنا ساح كده، أنا بقى هنصور وبعدين أحط الزيت ونشوف مع بعض الكحك هنعمل إزاي. هنا أنا قرشت الملبن، قرشت الفندق كده، كسرت الفندق وحطيت عليه الملبن، وهبدأ إيه هرسه الفندق، بس هحط عليه ملعقة سمنة الأول. هحط ده ملعقة سمنة وهرسه برضه كده وأطلعه ودي تبقى الحشوة. شفت حبيبي ان انا بسيته لحد ما يعني معي يعني كده يعني نتيجة يعني بيقعد بيستفيق حوالي 10 دقايق كده، 15 دقيقة عشان الخميرة معايا فورت خالص، فاحنا هنحط الخميرة دلوقتي. ماشي، هنعجن كويس. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، هنعجن ونرجع.
حبيبي انا الفرن بحط الكحك اهو ونكون بين نسيبه بقى ان شاء الله يستوي وبعد ما تمرر المروق عملت السمكة كمان كبير اوي اوي وفي كمان لونها صغير وفي الشقة اللي تحت في كمان ده